احنا عندنا الهرمونات الانثويه كشيء دوائي هو يكون ممزوج مع يعني يكون كمان حمل. نعم. فاحنا ما عندنا شيء دوائي يعني هذا ينطب بعد سن الياس الاستروجين. ليش؟ لان هي بعدها يقل عندها هذا الهرمون بعد سن الياس فتحتاجه. اما اذا احنا اخذناه بهاي الفتره اللي احنا الاكتف بيها هذه سبب لنا سرطانات للاسف، منها سرطان الثدي وسرطان المبيض سرطان الرحم، هذني كليتهن لازم احنا نتجنبهن لان هرمون الاستروجين لما يرتفع زايد عن اللازم فيطرقنا لهذه الامراض.